مع المواطن العراقي البصرة خارج حسابات دعاة الدولة والانتخابات، والبصرة والمحافظات العراقية تحت القهر على مستوى الخدمات خاصة الملوحة، الماء المالح وقضية شحة المياه اللي بدأت تصاعد بشكل مخيف جدا في محيط بغداد المركز وبعض المحافظات. ناهيكم عن أزمة الديوانية وديالة والسماوة والبصرة اللي يوصل الماء حد الانقطاع لعشرة أيام أو أكثر أمام طاقة كهربائية شبه معدومة مثل الإشارة، تجي وتروح أمام أنظار دعاة الدولة اللي الآن يشاهدون العراقيين تحت الصيف اللاهب. وما أحكي لكم على القضايا الأخرى، الناس ملتهية بالسفر وملتهية بالعيد وبحساباتهم السياسية والاقتصادية والانتخابية، والشعب مهجوم هجم أمام أنظار دعاة الدولة. ملف الخدمات خاصة على مستوى الوسط والجنوب الآن واحد من الملفات الخطيرة جدا أمام أنظار الدولة والحكومة التي لا تحرك ساكن. أما ملف المياه وأزمة المياه ودجلة اللي قامت تنعبر مشي الآن بين الكرخ والرصافة بسبب انعدام المياه، أمام ضعف وفشل حكومي واضح بإدارة ملف المياه وملف الطاقة وملفات الأخرى على مستوى الخدمات. أما الحديث عن الطعن الحكومي بالمواد المتعلقة بتنمية الأقاليم وأعمار المحافظات، هاي المصيبة الأكبر راح نجي عليها من سياق الحلقة. هاي الأشياء راح اتناقش بها بالتفصيل وياكم، لكن خلوني أن أذهب إلى ما جاء من مصدر البرنامج من معلومات. مصدرنا يتحدث عن العقد الاستراتيجي، طبعا استراتيجي خلوا جواه خطوط، اللي وقع العراق مع لبنان اللي هو قضية زيت الوقود وتكرير النفط الخام، وأنا خليته بين عنوان النفط الخام العراقي ملك الدول العربية لا ملك الشعب العراقي. يا حكومة تجي تتبرع بالنفط العراقي تحت عناوين واتفاقات، لأن الحليف الأكبر هو الذي يجعل العراق يوقع اتفاقيات إذعان يدفع ضريبته الشعب العراقي. وما أعرف الحكومة دائما تقفز على المادة 111 من الدستور اللي تنص صراحة النفط الخام العراقي والغاز ملك الشعب العراقي في الأقاليم والمحافظات، يعني لا رئيس الحكومة ولا رئيس البرلمان ولا رئيس الجمهورية، النفط ملك الشعب والشعب هو يتصرف به. هاي الهبة وتوقيع عقود تحت أساس النفط وأهداها إلى لبنان والأردن ومصر، هاي ما أعرف شلون تصير وتحت أي أساس، أمام ادعاء عام نايم وأمام قضاء يشاهد عن بعد وأمام إعلام ساكت لأن البعض راشي له فلوس ما شاء الله وساكت. هاي المصايب اليوم على مستوى عقد الزيت الوقود، وأيضا الصفقة الثانية اللي صارت إعطاء 1,000,000 طن على مستوى مادة الفيول لحل أزمة الكهرباء بلبنان، هي السخرية الأكبر أمام أنظار العالم. العراق العراقيين يتقلون بالحر وإحنا نتبرع بمليون طن مجانا. والمصيبة الأكبر يا شعب يا عراقي حتى تعرفون هاي الحكومة وين موديتكم، هذا الاتفاق الاستراتيجي اللي هو تقريبا 300,000 برميل نفط وراح توصل 1,000,000 طبعا للبنان. هاي الجريمة خلوها بعنوان سداد قيمة النفط الخام تسدد لبنان عن طريق السلع والخدمات. سلع وخدمات، خلي الشعب العراقي يعرف أي السلع والخدمات اللي ممكن أن تقدم ليها لبنان، ما هي الشركات اللبنانية الرائدة على مستوى الخدمات، وين راح تشتغل بأي مكان بالعراق وبأي محافظة، وشنو إمكانيتها، اللي نتحدث عن الشركات الصينية وغيرها اللي راحت، هذا ما حد يحكي به. والمشكلة الأكبر سلع، أي السلع اللبنانية اللي تنتج داخل الأراضي اللبنانية، وإذا كان على مستوى السلة الغذائية فنعرف السلة الغذائية جاي يستوردون موادها من برا، والناس تجيب وتودي حتى تعطي سلة غذائية للفقراء عن طريق وزارة التجارة. شنو السلع؟ ولا عندهم قمح لبنان؟ عندهم زيت؟ ما هي المواد اللي ممكن أن تدخل من لبنان إلى العراق حتى نوقع اتفاقية النفط مقابل الخدمات والسلع؟ هاي الجرائم ترتكب أمام القضاء وأمام الادعاء العام وأمام الرأي العام، وهناك صمت كصمت القبور من المعنيين. هاي المصايب جاءت من المصدر. أما ملفنا الليلة البصرة خارج حسابات دعاة الدولة، نتابع تقرير. البصرة.
البصرة تحت القهر الخدمي ومحافظات العراق تتراجع. البصرة خارج حسابات دعاة الدولة، تلوث بيئي ومرضى سرطان وانعدام الخدمات وشحة المياه وملوحتها وتراجع في تجهيز الكهرباء في أيام الصيف اللاهب. قبالة حكومة اتحادية ومحلية تشاهد عن بعد تراجع الواقع الخدمي والصحي، غير الفشل الإداري في ملف الخدمات في البصرة وعموم البلاد أمام سوء إدارة ملف الطاقة والمياه. فالحجج التي تتحدث عن غياب التخصيص المالي لم تعد كافية للتغطية على الفشل. وهنا نسأل الحكومة المركزية والحكومات المحلية خاصة المحافظين الغارقين في فوضى الدعاية الانتخابية وتاركين أبنائهم بلا ماء وكهرباء وملوحة مياه، غير الموت السريري لملف الطاقة الكهربائية، ناهيكم عن ملف المحافظات وطعون الحكومة في مادة تنمية الأقاليم. أما الحديث عن موازنة 21 فأين هي يا سادة يا كرام؟ نحتاج حلقات لنتحدث عن الحكومة التي لا تنفذ فقرات موازنة 2021. الليلة على برنامج في دائرة الخطر، البصرة خارج حسابات دعاة الدولة والانتخابات. معكم مشاهدين الكرام، أزمة المياه والطاقة الكهربائية واحدة من الأزمات اللي تتكرر مع كل الحكومات، والمصيبة الأكبر كل حكومة ترمي فشلها على الحكومة السابقة، وكأنما نحن أمام كلما جاءت أمة نعلت الأمة التي جاءت قبلها. في ظل التخصيص المالي والموازنات الانفجارية والأموال والنفط اللي دي يتوزع مجانا لمصر والأردن ولبنان الآن اللي دخلت على الخط حسب الاتفاقات الإذعان اللي جو بايدن الأب الروحي للحكومة الرشيدة مالتنا ديمشون هاي الملفات أمام أنظار العراقيين، لا خجل ولا مستحى ولو خاف ولا مخافة الله من العراقيين الآن اللي ما عندهم طاقة كهربائية. والمصيبة الشعب العراقي مو فقط الآن يتحدث عن طاقة كهربائية وانعدامها وتجي ساعة واحدة، وخاصة في البصرة الملوحة اللي صعدت على العالم بالديوانية وديالة وأطراف بغداد وجسر ديالة والنهروان اللي الناس تدق وتلطم صار لهم أيام ماكو مي. تردون توصلون العراقيين إلى قضية ما نريد مي نسبح بي، انطونا بس مي نشرب الحمد لله، ما نريد كهرباء بس جيبونا مي نشرب أطفالنا الرضع. فهذا العمل لا يختلف عن عمل الحكومات السابقة وحتى الحكومات الدكتاتورية اللي كانت تتعامل بإبادة جماعية للشعب العراقي. وهذا الموضوع يحيني إلى أن أتحدث بشكل مباشر مع الرئاسات الثلاث. سيد برهم صالح حامي الدستور أين أنت؟ الآن أمام انقطاع للكهرباء وأمام أزمة مياه وأمام مسلسل الاغتيالات وإعادة التفجيرات، لا أرى لك صوتاً ولا تصريحاً ولا مؤتمراً صحفي تظهر وتتحدث باللغة البسيطة اللي تحدث بها دائماً أمام الشعب العراقي وجماليات الأداء والرقي على مستوى استعمال المصطلحات. أين أنت يا رئيس الجمهورية؟ هل أنت رئيس جمهورية العراق أم رئيس جمهورية الإقليم؟ قل لنا ونحن نتحدث كفيلين بالرأي العام، نصنع حواراً مع الرأي العام ونقول لهم أن رئيس الجمهورية هو رئيس الإقليم ما له علاقة بالعراق، ورئيس الوزراء ينفذ ما يملى عليه من إملاءات خارجية أمريكية إيرانية قطرية مدري شنو مدام البلد مستباح. نترك الشركات الصينية العالمية والشركات الألمانية سيمنز وغيرها ونذهب إلى شركات محلية فاسدة نعطيها ملف الخدمات اللي هي أصلاً تابعة للاقتصاديات الأحزاب السياسية واللي جاي تتمول من أموال الشعب العراقي. فاليوم توقيع العقد مع لبنان مع جل احترامي للشعب اللبناني وما يعانيه، لكن معاناة الشعب العراقي أعظم، معاناة 40 مليون أكبر. قهر ذبحتوهم بسعر صرف الدولار، صعدتوا عليهم السلع والبضائع، ذبحتوهم من الوريد إلى الوريد، اغتيالات بالجملة، وضع بائس بغداد وكأنما قندهار، ولو قندهار هم بيها شوارع شوية بيها حظ. الآن مداخل بغداد عبارة عن مزابل ومحارق،
طسات اللي جاي، لا خدمات، لا كهرباء، لا إنارة. وبالتالي احنا الآن نتحدث عن هاي المأساة. في ظل هاي المأساة والمصائب وصلتنا مناشدة عن قضية بقاء بعض المعتقلين لمدة تتجاوز 6 أشهر توقيف بدون أي مذكرة وبدون إطلاق سراحهم ولا آخره، وخاصة بعض من معتقلي لجنة مكافحة الفساد. وأنا أذكر وهاي مادة قانونية، وأتمنى القانونيين الآن يخاطبونه والقضاة أيضا، أنه هذا خرق القانون والدستور. وما أعرف هاي الدولة دي تشتغل بالدستور بالقانون، لو جاي تجيب، أخاف أقول من بنجلاديش، ومن بنجلاديش يزعلون علينا، قوانينكم من بنجلاديش. هاي المادة 109 آية تشريع أصول المحاكم الجزائية عقوبات، قانون التشريع 23/31/5 عام 1971، قانون أحوال المحاكمات الجزائية. هاي المادة طبعا بيها تفصيل، هواي المادة 109 بيها تفصيل، هواي يتحدث عن عقوبة وغيرها، لكن راح أوديكم على النص اللي يودينا الآن إلى محاكمات صدام حسين وتوقيف في زمن صدام حسين والإجراءات اللي تصير، وكأنما نحن أمام محاكم خاصة. بس أذكر مجلس القضاء الأعلى، وأذكر الادعاء العام، وأذكر كل المعنيين واللي يحملون إشارة الميزان والقانون والعدالة أن ينظرون بحاء داخل المادة 109. ماذا تقول؟ لا يجوز أن يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الأقصى للعقوبة، ولا يزيد بأي حال على 6 أشهر، وإذا اقتضي الحال تمديد التوقيف أكثر من 6 أشهر فعلى القاضي عرض الأمر على محكمة الجنايات لتأذن له بتمديد التوقيف مدة مناسبة على ألا تتجاوز ربع الحد الأقصى للعقوبة أو إطلاق السراح. هاي مادة قانونية 109. فأخوان سلام عليكم مجلس القضاء الأعلى والجهات الرقابية والبرلمان اللي تابع ويراقب، هل يجوز توقيف ناس 6 أشهر بلا إحالة وإلى محكمة وأي شيء، بس مجرد توقيف؟ واللي عبر عليه 6 أشهر بأي قانون وأي شرع مبقيهم بالسجون. فأتمنى يجاوبونا مجلس القضاء الأعلى بينما نعود إلى حلقتنا، وإن شاء الله ضيوفنا شرفوا راح نتحدث بيها. أكيد إجراءات بغداد وضيمها وازدحاماتها هي التي تمنع وتحول دون ذلك. البصرة الآن تحت القهر الخدمي والمحافظات العراقية، وهاي مصيبتنا الكبيرة. احنا وصلنا ان شاء الله الشيخ رائد الفريجي، يابا خلي تشرف الشيخ، شباب شرفتنا شيخنا حبيبي، الله يخليك. ان شاء الله بعد قليل راح يشرفنا السيد النائب علي الحميداوي عضو لجنة الخدمات النيابية. استريح براحتك شيخ، شلونك شيخ؟ شلون احوالك؟ شلون ازدحامات بغداد والقهر والتجاي؟ والله بالضيم بعد، غير هاي الخطه مال الحكومه هسه، خطة الحكومه بصراحه يعني تجي حكومات وحكومات بس نفس الازدحام. طيب خلي اسال سؤال، البصره الان تحت القهر الخدمي، ملوح اخويا صعدت عليكم والى اخره، ليش؟ من يتحمل مسؤوليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا احييك واحيي جميع مشاهدي قناتكم الكريمه. قضية الملوحة هاي مو أول مرة، من سنة 2018 وانطلقت على ضوها تظاهرات. هذه التظاهرات بصراحة كانت هي في البداية أنه كان تعيينات، بعدين صعد نسبة الملوح بالبصرة. طيب. إضافة إلى حالات تسمم حدثت في البصرة، صارت التظاهرات وصار اللي صار في محافظة البصرة، تقريبا سقطت هي المحافظة لأنه المحافظ عافها فصار موضوع كبير على هاي المحافظة. نعم. احنا بصراحة تأملنا انه انحلت كل المشاكل، وقالوا شركات وخصصوا مالية ضخمة مليارات وتبدل. طيب. حتى على ضوها ترى الولاية الثانية ضاعت من حيدر العبادي على ضوء ترى تظاهرات البصرة. صح. ترى تظاهرات البصرة ايضا ضيعت الحلم اللي كان يحلم به وحيدر العبادي اللي هي الولاية الثانية. صح، حتى ذكر مشادة صارت بينه وبين أسعد العيداني محافظ البصرة بالبرلمان. وهاي المشادة اللي أسعد العيداني حضرها مع رئيس وزراء ترى هو مو من قوته ومن ذاته، لا ترى اجا دعم من سيد مقتدى الصدر. انا احكي لك اياها. طيب. اصلا هي الجلسة دعا لها سيد مقتدى الصدر وراثها بالمباشر، لانه المعلومات تشير انه التقى مع سيد مقتدى الصدر قبل الحضور مجلس النواب،
فالظاهر سماحة السيد قال له يابا هذا الحكي يحكي بمجلس النواب، خلنا نشوف الحقيقة، لأن ظاهر حيدر العبادي يحكي شكل ومحافظ يحكي شكل. بس هسه أنا من أسمع خطاب الحكومات المحلية خاصة بالبصرة وأشوف، لا هو أريد أوصل لك فت فكرة، وأشوف الآن تراجع بقطاع الكهرباء، كل شيء تراجع، قضية الملوحة اللي زادت على لا الناس، لا هو بكل شيء تراجع، خلنا نكون واقعيين، يوم البصرة بكل شيء تراجع، من ناحية الملف الصحة، من ناحية الكهرباء، من ناحية اليوم المد الملحي وارتفاع منسوب الأملاح في البصرة، إضافة هاي التظاهرات اللي حدثت في هذه المحافظة جابت مالية للمحافظة وجابت صلاحيات للمحافظ. لا حد يجي يقول لك محافظ جابها ونائب جابها وكتلة سياسية، ترى اجت بدماء متظاهرين. طيب اجت بدماء متظاهرين هاي المالية، المفروض انه يكون على قدر المسؤولية ويحيل مشاريع بإنصاف إلى شركات ذات مواصفات عالمية، لأنه البصرة اليوم بأمس حاجة إلى هذه الملفات، ملف الكهرباء، ملف الصحة، ملف المياه، هذا اللي يحتاجها اليوم المواطن، المفروض طيب. هاي من واجبات الحكومة تقدمها للمواطن طيب. ما يستوجب أطلع عليها تظاهرات ونقد وهوسة وقفات احتجاجية وأطالب فلان وأطالب علان، فيا أما ما تقدر ممكن تعوف المكان يجي واحد آخر يتحمل المسؤولية، ويا أما تقدر، فمن سنة 2018 لليوم شنو الحلول؟ وين الإنجازات؟ وين التريليونات؟ زين عندك شركة باي ووتر اللي قالوا راح تنشئ مشروع على البحر وتحل أزمة البصرة، اللي هي قصدك مال تحلية المياه، اي مال القرض البريطاني، زين هاي الحد الآن داخلين تفاوض، انت شايف لك تفاوض اكثر من 6 سنوات، يعني شنها هذا مو تفاوض على مود محطة، إذن اكو اي وهذا الموجود بتفاوض زين احنا نريد هنا نتساءل، زين احنا سمعنا من وسائل الاعلام انه نفس الشركات اليوم راحت الاربيل قامت مشاريع، زين هناك ليش ما حد منعها؟ ليش ما حد تفاوض وياها؟ ليش ما حد ماطل وياها؟ ليش فتح لها الابواب من نفس القرض؟ زين وليش لما تجي للبصره نشوف تواجه فد صعوبات، مطبات، تواجه مساومات، تواجه ضغوطات، ما نعرف طيب. شنو جاي يصير. خلي تفضل لنا السيد النائب علي الحميداوي عضو لجنه الخدمات النيابيه، شرفتنا سياده النائب. تفضلوا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ شلون؟ الله يحفظك. الله يسلمك. يا الله. يا الله. بعد بغداد القهر لازم نعبر على المواعيد، شلونك سيادة النائب؟ شلونك عزيزي؟ الله يخليك. مساكم الله خير. أيامكم مباركة وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. نبدي رأسا مع جنابك. الخدمات الآن بتراجع مخيف على مستوى الكهرباء والمياه، إذا أحكي عن الوسط والجنوب. ليش شهدنا تراجع هيك مخيف؟ من يتحمل مسؤولية هذا التراجع؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الاستضافة وتحية للمشاهد الكريم ولضيف الكريم. الله يحفظك. يعني أكيد هو سوء التخطيط وسوء الإدارة نتيجة حتمية أن تكون الخدمات بهذا المستوى. بس فعلا المبالغ التي صرفت مبالغ كبيرة جدا، وأيضا حتى لا تكون نظرتنا سوداوية كبيرة، أكو منجز، بس المنجز لا يتناسب مع حجم المبالغ اللي تم صرفها للمحافظات وتنفيذها. طيب. يعني اليوم نتحدث عن بغداد وباقي المحافظات، وانت عندك نهر مثل نهر دجله ونهر الفرات اكو مشاكل به، مرات سياسات المائيه للدول المجاوره قد تكون سبب في هذا الموضوع، لكن بالمقابل يجب ان تكون هناك خطط لمعالجه هذه الاسباب. تدري اليوم عندنا، يعني اليوم عندنا ازمه في قضيه الشحه المياه، صح، سببها بغداد، اطراف بغداد كلها جاي تطلع وتظاهر وتعاني 10 ايام كهرباء، سببها الانخفاض الحاصل بمنسوب طيب نهر دجله، وايضا سببها قضيه الكهرباء باعتبار هذه المشاريع مرتبطه في صح بقضيه الكهرباء، وتدري هذه المشاريع من شغلها على الديزل مثل الطاقه اللي تطيها في قضيه الكهرباء الوطنيه قد تصل نسبه الطاقه الى 60%، تدري هناك مشكله فنيه، مجرد انه يصير انطفاء تفرق الشبكه مترجع الشغل المضخات، مشكلة فنية، يعني هي أهم أيضا سبب هذا الموضوع. أيضا قضية البناء الغير مدروس، يعني تدري قبل وزارة التخطيط فاعلة في قضية يعني أنه الوحدات السكنية والبناء والموافقات، تدري من تبني كنت تضع خطط أنه هذه المجمعات تمد لها شبكات مي وشبكات مجاري وشبكات كهرباء، اليوم قاعد نجي نلقى البناء موجود قبل ما تكون موجودة شبكات المي وشبكات المجاري وشبكات الكهرباء، والمواطن يضطر انه يعني بذات انه يروح هو يمد على المي ويمد على الكهرباء، وبالتالي يكون هناك تجاوز حاصل وهدر حاصل في هذا الموضوع.
يعني متحدث لي على بغداد اليوم، بغداد تقريبا اكثر من 4 ملايين متر مكعب انتاج، رقم كبير جدا يعني. صح. 4 ملايين، واحنا عندنا ما يتجاوز مليونين و500 دور سكنيه نظاميه وغير نظاميه، لكنه اكو شحب المي منتجي، تلقى تقريبا 35% من هذا الناتج هو قاعد يروح هدر، وهذا الهدر هو سبيل. طيب. سبب يعني الشبكات المتهرره. جميل. نرجع جنابك سياده النائب، اريد نحكي عن التقصير. الحكومه هسه والرئاسات الثلاث ملتهيه بغير جوانب، وانما الخدمات هي المفروض الاهم. ليش ماكو نظره حقيقيه لقطاع الخدمات؟ من أرجع جنابك. العفو. تمام. شيخ أرد أحكي عن قضية الملوحة، دائما أهل البصرة يطلعون تظاهرات على هاي القضية، بس الآن يعني هسه إذا أشوف تليفوني حجم المناشدات بالآلاف بل بالملايين، تحول مطالبتهم بالكهرباء الآن خلصونا من الملوحة اللي صح. اقتحمت بيوتنا. بالفعل هاي سببها شنو؟ أكو تقصير بالحكومة المحلية. طيب. هذا التقصير منو يتحمل مسؤوليته؟ غير أكو جهات رقابية. أنا ما أعرف السيد النائب يا لجنة. لجنة خدمات. لجنة الخدمات. أيضا لجنة. هو هم دور. لجنة السياحة والآثار. لجنة السياحة والآثار. الآثار. محل الشاهد. اليوم أكو جهات رقابية. الجهات الرقابية هي تتحمل مسؤولية المتابعة إذا كان هناك تقصير بالجهات التنفيذية. ما ممكن اليوم الجهات الرقابية تكون ما أعرف علاقات تواطؤ غض النظر. زين شيخ ميخال، بس الملف خدمي. لا لا لا. يعني ملف تنفيذي. هو المفروض الحكومه هي من واجبها ان تراقب. احنا جاي شنقول؟ نقول هناك تقصير اليوم الجهات التنفيذيه محافظ حال مشاريع معينه لشركات معينه، هسه هاي اخل هنا، هسه صار اكو خلل تقصير، هسه من الشركات تلكأت، شركات مو رصينه، ما بيها مواصفات عالميه وهكذا. طيب. الجهات الرقابيه شنو تبقى تتفرج؟ لو المفروض تاخذ دورها، غير تاخذ دورها تحاسب وتراقب. زين شو احنا لحد الان نفس المناشدات، هي مو بس على ملوحه الماي، تعال حتى شوف المناطق الشعبيه جاي تعاني من شركات مال يعني مال الاعمار وبنى تحتيه وغيرها، اكو معاناه موجوده. علما احنا جاي نشوف هناك نصب محطات، بس غاضين النظر على المشروع مال القرض البريطاني مال باي ووتر، هو يغطي البصره ويحل مشكلتها جذريا. ليش ما حد يطالب به؟ هسه ازمه البصره ازمه مياه بالدرجه الاساس لو ازمه كهرباء. لا لا لا، هو موجود. احنا هسه لما اجينا على الكهرباء ايش قد نفقت الحكومه المحليه من حصتها؟ تقريبا حسب ما يقول المحافظ تقريبا 3 تريليون. يعني 3 تريليون يخلي لي نسبه تشغيل، خلنا نسميها بها تصير ساعات انطفاء، لو لازم تكون 24 ساعة موجودة الكهرباء. 3 تريليون ترى مبلغ مو هين. جميل. ما سيد مو هين. راح نرجع لسيد النائب لان يهمه التخصيص المالي. لا لا، هو الموضوع اللي هاي مو، لا لا، هاي غير التخصيصات مال الحكومة الاتحادية. اكو تخصيص بموازنة 21، ما اعرف اكو طعن بالحكومة، صح سيادة النائب اذا تداخلنا بهاي. والله هو شوف هذا التخصيص. اكو طعن بقضية يمكن تنمية الاقاليم، المادة اللي ضفتوها. خصوص شنو؟ انه المبلغ اللي مخصص لتنميه المحافظات والاقاليم الان الحكومه طعنه به بالمحكمه الاتحادية. لا شحنا هاي التخصيصات. لا ما اعتقد، يعني ما اعتقد اليوم قد تكون هذه التخصيصات. اذا صرفت الاموال، يعني اذا ما هاي صرفت الاموال. اكبر تخصيصات وجهت الى المحافظات في تنميه الاقاليم في هذه الموازنه اكثر من 6 تريليون دينار عراقي، هو رقم هذا ما عدا. طيب. يعني تقريبا 5 مليار، ما عدا مليار دولار، ما عدا قضيه البترول دولار، ما عدا قضيه الوزارات ايش عندها مشاريع موجوده في. طيب. في محافظاتها. انا اقول حتى ايضا تكون نظرتنا نظره منصفه ومهنيه، اقول المسؤوليه هي مسؤوليه تضامنيه اذا اكو خلل. اي صح. واذا اكو نجاح ايضا هي مسؤوليه النجاح، ويحسب الكل. لا نعز الفشل اللي لاجح على حساب، والكل يشترك بالنجاح والكل يشترك، ولكن بنسب معين. اليوم الدور الرقابي هسه ما يعني هو موجود، لكن مو هو الحاله المثاليه اللي احنا انا وانت نطمح لها حقيقه. بالمقابل اليوم اذا نتحدث خو البصره اليوم وضعها يختلف عن سنين سابقه. كيف؟ حتى نكون منصفين ايضا. يعني البصره اليوم افضل من المحافظات، غير هاي المحافظات الجنوبيه الوسطى. اليوم انا اباوع القى اليوم 3 محافظات تختلف عن غيرها، مثل البصره، كربلاء، نجف، وضعها افضل هسه. مو طموحنا هو. انا من اقول افضل مو معناته انه ماكو حاله سيئه. جنابك سياده النائب تقصد افضل بالخدمات؟ افضل بالخدمات والبنى التحتيه؟ افضل بالبنى التحتيه والخدمات، يعني ما تقدر تقارن البصره مثلا بالسماوه بالمثنى او بس ما اقدر اقارن خبزه العراق النفطيه بالسماوه اللي ما عندها موارد. البصره عراق، وبغداد عراق، وسماوه عراق.
يعني هذا النظر خلينا نبتعد عنها اليوم. لا نقصد من حيث طموحنا بس اسمح لي خلي بس يكمل الفكره شيخنا ونرجع لك. طموحنا مو هذا، طموحنا قد اكبر من هذا. صحيح بس اكو منجز، اي اكو منجز بس مو ضمن طموحنا. اكو فشل، اي اكو فشل واكيد الاسباب. يعني اليوم وحده من هذه الاسباب هي الخيارات الغير جيده، خيارات المتصدين خيارات غير جيده. يعني انا اليوم من اتحدث مثلا اتحدث عن بغداد، جيب امين مرعدي وايش كم محافظ مرعدي من ارض اقيم، كم بلديه، مش كم بلديه، هل هم يستحقون ان يكونوا امناء ومحافظين؟ لا، اقول لك لا. زين هاي شلون اجوا؟ اكيد اجوا ضمن سياقات مو صحيحه، ما اجوا مو هم ابناء مؤسسه حقيقيين حتى ممكن انه يعرفون مؤسسه وطبيعه عمل المؤسسه، او ما دخلوا ضمن معايير مهنيه حقيقيه بحيث تصدوا لهذا المسؤوليه وهم عندهم خبره في عملهم. غياب الرؤيه مثل بابين، غياب التخطيط اللي موجود، المشاريع الغير مدروسه بكثره. يعني اكو مشاريع كثره، يعني احنا اليوم نتحدث مثلا. طيب ايش قد تتحمل الحكومه المركزيه سوء المراقبه ومتابعه المشاريع اذا تقول 6 تريليون خصصوا للمحافظات؟ يعني الحكومات المحليه تتحمل اكثر من الحكومه المركزيه. أه. خلاص والله، هو انت معطول محافظ متصدي وانت صاحب قرار، يعني عليك ان تتخذ الخطوات اللي تشوفها مناسبه تجاه محافظتك. جميل. هو هذا سؤالي، الحكومات المحليه هي تتحمل المسؤوليه الاكبر، طبعا ايضا منحوهم صلاحيات للمحافظين بعد غياب اخر صلاحيه منعناهم انه يوقعون عقود بقيمه 5 مليار دينار عراقي. دينار عراقي. إيه. هذا يعني ما صار محافظكم وين التعجيل في قضيه عمران؟ محافظنا مثل ابن بطوطه كثير السفر. احنا لحد الان هذا يدحدك. لا نحكي عن ادارته. لا هو هسه احنا الاداره اكو معاناه، اكو ملفات، بصراحة اكو مشاكل. اليوم لما يحيل مشروع محطة تحلية هسه مع العتبة، خلنا هيك اريد اذكر بالاسم لانه العتبة الحسينية حال لها مشروع وانطى فترة معينة، هل انجز قبل هاي من سنة 2000 نهاية 2018 انجز هذا المشروع، 2019 انجز هذا المشروع، هسه 2020 ب 2019 حال خلنا نقول 2000 وهو طيب يمكن سنة كاملة ولحد الان وينهم؟ احنا نريد انه يطلع لنا واحد يعطينا المشاريع المنجزه والمشاريع الما منجزه. نخب بس السيد النائب قال لك حال البصره افضل من حال بيمن. هسه حال البصره سؤال، هسه انا اليوم بس غير مثلا البنى التحتيه بيمن، اتمنى السيد النائب الازمه من ايده يزور للمناطق الشعبيه، يسمع بالشركات اللي حالت عليها. انا ما لي علاقه بالواتساب، هسه الواتساب انا هذا موديل جديد صار، اللي يريد يقرا على الواتساب، واللي يريد يقيم على الواتساب، واللي يريد يقيم لعمل شركه على الواتساب، واللي يريد يقيم لشخصيه على الواتساب، هذا اصلا طيب. التمويل انا اسميه هيك، كم واحد هذول يعطونهم كم فلوس يفتحون لهم جروبات ويروجون الشخصيات او مسؤولين، انا هذا ما احترف فيه، انا اليوم اريد احترف بواقع حقيقي، احترف لي بشركه ذات قدره وامكانيه بالبناء، ذات قدرة وإمكانية بالإعمار. طيب. ذات سمعة جيدة معروفة. أنا ما أجيب لي شركات محلية صيارة أمس وتحيل لها مشاريع ضخمة وتصفق لها وتروج لها إعلاميا حتى تنطلع على هذا على المواطن. هم قال سيدنا الإدارات المحلية تحمل المسؤولية إذن الأولى والأساسية. أنا سؤال بإدارة الملف الخدمي خاصة على المسؤولية. هسه راح وياك بكلامك، انا ظل بس اقول اتحمل مسؤوليه واطلع بالاعلام لو اكو اجراءات للمسؤوليه، هذا اذا بس اسميه انه يتحمل مسؤوليه وهكذا ويتداول بالاعلام، هذا ما راح يقدم شيء. جميل. جميل. انا اتمنى انه يتحمل مسؤوليه بشيء حقيقي، اكو اجراءات بحقه تكون، اكو لجان تشكل تشوف العمل ماله، تشوف المشاريع. ترى وللعلم هسه قد نسمع احنا اكو هدر بالمال العام، ترى شنو تدري معنا شنو الهدر مال العام؟ هي سرقه بغطاء قانوني، وقد يكون يوافقني السيد النائب او ما يوافق. جميل. يعني جميل. انت المشروع اذا ب 100 مليار وتحط له 100 مليار زياده، هاي شو تسميه؟ وتسميه هدر؟ اي هاي هم نرجع للجهات الرقابيه المفروض. سياده النائب، هل الحكومه المركزيه في قطاع الخدمات في وادي والادارات المحليه في وادي اخر؟ اي ماكو تنسيق، غياب التنسيق هذا ايضا مشكله. طيب. يعني اليوم انت من تريد تنفذ مشروع، قاعد نشاهد هسه يعني كهرباء مثلا على سبيل المثال، تريد تمد لها مغذي في محله معينه، تلقى الكهرباء تجي تحفر الشارع، تفلش الشارع بكيف وتمد المغذي بدون ان تتصل بالدائره البلديه المعنيه. غياب التنسيق في هذا، حتى في قضيه الازمات اللي احنا قاعد نعيشها مثل ازمه كهرباء، ازمه مي، لابد ان تكون هنا غرف عمليات. يعني قبل اشهر احنا
يعني اصبحت عندنا هذه المشكله القديمه جديده في كل موسم. يعني صح. في كل موسم عندنا مشكله بالكهرباء ومشكله بالمي بالصيف، وعندنا مشكله بقطاع المجاري بالشتاء. انا اقول المفروض تكون هناك لجان من الوزارات المعنيه المختصه تكون غرفه عمليات قبل شهرين ثلاثه تنسق بيانات العمليات، لانه انا اكيد هذه الوزارات دخولها في هذا المجال هو عامل مساعد. يعني اليوم النفط تدخل في قضيه الكهرباء وتمد المحطات الكهربائيه بالوقود، هذا عامل، هذا كله نشوفه بعد ما تحدث الازمه. طيب من اليوم تدخل الدوائر مثل دوائر الداخلية أو الدفاع بآلياتها في قضية شحات مي أو قضية طفح مجاري، هذا أيضا مهم بهذا الموضوع. من تدخل مثل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات مع أمانة بغداد أو مع الدوائر المعنية، من يرتب هذا التنسيق؟ هذا غير المفروض الحكومة. اي ما شفنا لا خلية أزمة على مستوى الخدمات. هسه احنا شلون عندنا خلية أزمة اللي تتعلق بقضية كورونا؟ كورونا عندنا أزمة لو مو صح أزمة؟ صح. فأقول هذه أزمة لو مو أزمة؟ الكهرباء والماء والخدمات هي أزمة لو مو أزمة؟ هي شوف، هي حتى الاحتجاجات اللي حدثت في الوسط والجنوب هي شنو السبب؟ سبب خدمات، وبعدين توسعت إلى مطالب حق أخرى. أنا أقول خدمات عامل مهم جدا، وإحنا بعد هم عيب يعني خلال هذه الفترة اللي امتدت من 2003 لحد الآن، عيب بعد نفشل في موضوع عقود. يحتاج لنا اليوم بعد نتجاوز الفشل إلى حالة من النجاح. أنا ما أريد أبخس حق الآخرين وأقول ماكو هناك شرفاء يعملون ويشتغلون وماكو هناك فد نجاح متحقق في ملف معين أو في منطقة معينة، لا. طيب. أكو، بس مو هذا مثل ما بيت، مو هذا طموحنا. المهم في هذه الموازنة أكو تخصيصات كبيرة وأكو مشاريع عملاقة مهمة للبصرة والذيقار والميسان ولكل المحافظات اللي هي تضررت نتيجة هذه 17 سنة. يحتاج من المحافظين، تدري اليوم المحافظ قبل كان مرتبط بمجلس محافظة بغداد، هو يراقبه، راح نحل ويقيم أداء المجلس. وأنا أعتقدها خطوة كانت مو صحيحة في حل المجالس. أنا يعني أنا اشتغلت بمجالس محافظات واشتغلت بالسلطة التشريعية. مجالس المحافظات أنا أقصد المنظومة ما أقصد الشخص. واضح. علينا نميز بين كمنظومة قانونية وإدارية وإلى وجودها عامل مهم جدا، وجودها عامل يراقب أداء المحافظ. أقول اليوم غابت المجالس واشتغلوا المحافظين، اليوم دور بعد دولة رئيس الوزراء في قضية ضبط إيقاع المحافظين وأعطاهم الصلاحيات في أن يحدثون نهضة في 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 محافظات. إذا كنا نتعكز على قضية التخصيصات المالية، خذ التخصيصات المالية اليوم موجودة وأرقام كبيرة جدا. جميل. أنا من أرجع جنبك للجواب، هل المحافظين والإدارات المحلية شغلتهم قضية الانتخابات بمعزل عن الخدمات؟ ودام شخص هاي بعد يهمك. نرجع هسه. من أرجع جنبك. شيخ أكو قضية مهمة، موضوع أريد أرجع شوية لموضوع الكهرباء. هسه من أباوع تصريحات الكهرباء يقول لك البصرة بالتجهيز واصلين مراحل مهمة. من نسمع المحافظ قاعد بدائرة الكهرباء يتحدث عن أزمة كهرباء، من نشوف الناس تظاهر، ليش هذا التضارب بالأرقام؟ هو بصراحة اليوم المسؤول لازم يغطى عن الإخفاقات اللي تصير لأن هو مسؤول عنها. النقطة الثانية أنا أحكي على منظومة الكهرباء بصورة عامة وبعدين أدخل على البصرة. يمكن السيد النائب خلنا استغل وجوده هنا. استثمر أي الاستغلال شيء بشع. لا استثمر وجودك انه ما دام موجود. حتى ان قضيه ملف الكهرباء اللي الحكومه الاتحاديه احنا بصراحه تنفق مليارات وتريليونات، لحد الان باقيه تتراوح 2 ب2 3 ب2، انقطاعات كثيره تصير مره. انا اقول بصراحه اقول تحجج، المحطه الفلانيه طلعت عن الخدمه، انضرب عندي المشروع الفلاني، الخط الناقل الفلاني. بينما أنا أكو شركة أجت اسمها شركة الأقصى، هاي الشركة أعتقد تركية، تعاقدت وياها الحكومة الاتحادية أحد الوزراء ينطي تقريبا ب66 الميجاوات. طيب اقليم كردستان شركه كار وقيوان، انا لحد الان سالفه اقليم كردستان شركات النفطيه حيل ما مستوعبها بصراحه. اقليم كردستان معقوله مسيطر مسعود برزاني؟ هاي كل السيطره والامكان والهيمنه على هاي الحكومه الاتحاديه؟ زين القوه مالتنا وين؟ مجلس النواب وين؟ الحكومه الاتحاديه وين؟ شوف اللي صار. دزوا وزير الكهرباء وفد المن دز رئيس وزراء الاقليم كردستان، قالوا يابا احنا تعاقدنا ويا ابو تركيا وراح يعطينا كهرباء يجهزنا،
ب 66 ايش رد عليهم مسرور برزاني؟ قال لهم والله هاي بالنسبه خلينا نحكيها هاي حتى اوصلها للمجتمع او للمشاهد خلي يشوف الجاي يدور. طيب قال له والله هاي بالنسبه ان الخط ال 400 والخط يمكن 132 انا مو مختص بهاي بس انا اللي لميت هاي جماعه. طيب. هاي المعلومات اللي طيب. سمعتها منهم وانها اخذت المعلومات. قال له هاي ان فممنوع انتم تاخذون من عنده، تبقى احنا نشتري ونبيع لكم. بيش تعاقدوا وياهم؟ 95. يعني يشتري من تركيا ب 66 يبيع ب 95 واذا ما تشتري اقطع عليك الكهرباء. ونحال على شركه كار. زين انا اسال السيد النائب هاي الهيمنه الكرديه هسه الكرد اخواننا واعزاء بصراحه وعراقيين ولهم حق مثل ما انه حق. طيب. هسه رضينا بكل شيء بس انه هاي الامكانيات وهاي القوه اللي جاي يضربون بيها وجاي يهددون خلي بيها خلي جاوبنا سيدنا. لا لا يعني شنو الامكانيه والقوه زي ما سائل اكو هيمنه وعلويه اكو بعد وحده نقترح نعطيك ثانيه سريعا اي خلاف يصير الوساطات تصير يم مسعود برزاني شنو موضوع مسعود برزاني المفتاح مال قصر الرئيس وزراء مال رئيس عراب سياسي مهم ما نعرف هسه حتى محافظنا ذاك اليوم موضوعنا جايين عليه موضوع خدمي لو سياسي لا لا, لا هو خدمي تحول الى هسه انا راح احكي لك هلا تحول الى موضوع سياسي لا هي تربط المبادئ عموما لا ذكرني بالخطوط هي نفس العقود اللي لها علاقه بالخدمات عموما هو سؤال الجنرال عموما لا لا هو نفسه بس حتى سيدي النائب ياخذ راحته بالاجابه قضيه ذهاب الحكومه الى ربط يعني ربط كهرباء مع الاردن ودول الخليج انا اول شيء مو بلجنه الطاقه حتى يصير عندي تفاصيل كامله لانه هيك موضوع متحدث به يجب ان تتحدث بمهنيه وموضوعيه صحيح ان لا تتحدث باشياء قد تكون هي مو صحيحه وبالتالي يحسب عليها الحديث مثلا زين هذا الموضوع الكهرباء اليوم انت تتحدث مع المسؤولين هسه احنا نفهم تفاصيل عامه نتحدث مع المسؤول يقول لك انا ما عندي مشكله في قضيه الانتاج عندي مشكله في قضيه التوزيع اللي حاصل صحيح وهذا نتيجه تجاوزات حاصله على الشبكه ومشاكل بالشبكه وايضا اليوم من تتحدث حتى اليوم فقدان الدوله اليوم انا ما اتحدث يعني من نتحدث عن دوله ولا دوله حتى نجي الموضوع السياسي انا اقول اليوم ما عندي دوله للاسف الشديد لو كانت اكو دوله كان اكو اي انا اكو قوانين اكو قوانين ساريه بعداله على كل المحافظات يعني ماكو محافظه تاخذ 18 و20 ساعه بالكهرباء ومحافظه تاخذ لها 10 ساعات بالكهرباء هذا مو صحيح يجب العراق عراق عراق من دهوك الى البصره كل العراق ويجب طيب. ان تكون العداله حاضره في هذا الموضوع لا نتعرض الى ضغوطات المحافظه اليوم انا اقول لك الجنوب اليوم للاسف الشديد ما اليوم غياب الدوله موجوده وبالتالي شوف ابو الكهرباء قاعد يهان ابو المؤسسه قاعد يهان ابو الكهرباء ينفرض عليه اشياء وابو المؤسسه البلد ينفرض عليه شيء وهذا غير صحيح وضع الكهرباء مشكله بحسابات المعنيين ما عندنا مشكله في الانتاج عندنا مشكله في التوزيع وهذه المشكله في التوزيع يحتاج الى حلول ما يحتاج الى يحتاج المؤسسه ان تجد الى حلول بقت الوضع اللي قاعد يعيش ايضا قضيه الغاز وخط الناقل اللي هو قاعد من صحيح. يجي لايران من ايران صارت عندنا مشكله في قضيه تسديد مبالغ الجمهوريه الاسلاميه نتيجه يعني تقريبا ديون تراكمت اكثر من 10 اشهر انقطع الغاز في الشهر السادس اللي هو في لبه الحاره في 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 الموسم اللي دائما يعني هو هذا موسم الذروه مال الكهرباء طيب. وهذا ايضا سبب لنا مشكله الاستهداف الارهابي اللي حصل لاكثر من 80 برج في هجمه مو طيب مو شرسه احنا هذا كنا متوقعين انه هذه الفتره فتره الكهرباء ممكن راح تكون الأسوأ باعتبار انه اكو انتخابات وراها بالشهر العاشر فلا بد ان يكون استهداف للكهرباء حتى قد ما نقدر انه هذا الملف يؤثر على موضوع الانتخاب وهذا اللي كنا متوقعينه اقول كثير هو نفس السؤال اللي قلت لك بيه قبل لا اروح للشيخ قلت لك هل التهوا المحافظين بدعاياتهم الانتخابيه وتركوا الملف المهم اللي هو الخدمات؟ اليوم شوف المحافظين هذا القانون الجديد القانون الانتخابي به ميزه مهمه جدا يعني يحسب للمشرع اللي شرع انه مجرد انه تفوز انت بالانتخابات خلال شهر لازم تأدي اليمين الدستوري. اليوم عندنا محافظين اكثر من محافظ هو فايز بالانتخابات بس ما حاضر لقبه البرلمان.
يعني عندنا بالمحافظة البصرة هو حتى مانطة بديل يصعد المكان وسوى 25 نائب حتى مانطة منو المسؤول؟ هذا القانون الانتخابي السابق، اليوم عندنا قانون انتخابي جديد. هيئة الرئاسة، هيئة الرئاسة البرلمانية المفروض. لا احنا قاعد نتحدث عن لا انا ما له علاقة بالقانون. لا لا اداء اليمين مسؤولية هيئة الرئاسة. لا اخو يعني هسه نائب اذا غاب او ما اجى المفروض الاجراء الصحيح بالنظام الداخلي شو يصير؟ هو هذا ما عندنا فد مسوق قانوني انه نتخذ اجراء بحقه، ولهذا احنا شرعنا هذا القانون، قلنا شهر اذا ما يدل اليمين الدستوري يستبدل باللي بعده، الفائز اللي بعده. طيب وهذا راح خلانا كثير من المحافظين هالمره ما يرشحون للانتخابات، يعني هو عندنا محافظين ما رشحوا للانتخابات وهذا شيء مهم جدا. اليوم ايضا انت باشر يعني وحده من ميزات هذا القانون الانتخابي، كثير من النواب كان يصعد لمجلس النواب واذا استلم مهمه وزاريه او مهمه يعني وكاله او منصب معين ويصعد واحد من قائمته، لا خلاص هذا القانون اذا صعد الواحد واستلم مهمه تنفيذيه راح يصعد من غير قائمه، فبالتالي النائب راح يصعد ما ممكن الجهه السياسيه اللي تفرط بهذا المقعد وتعطيه منصب تنفيذي. اللي كنا نشوفه سابق كان في دورات سابقه كان اكو استغلال للمال في قضيه الانتخابات، استغلال كبير، يعني انا متحدث على 2018 اكو كان استغلال من المحافظه لقضيه الانتخابات في تنفيذ كثير من المشاريع اللي هي مشاريع عباره عن هدر للمال العام. وهميه وغيرها. وهميه وتنفيذ مباشر وبلط الشارع فلان وبلط الشارع، وهذه مشكله. اليوم احنا نتحدث عن مشاريع، يا جماعه ارسموا مشاريع حقيقيه حتى نخلص من هذا الواقع اللي قاعد نعيشه. طيب انا من ارجع جنابك ايضا هم سؤالي لا تنساه، ليش المحافظات الوسط والجنوب هي تحت الضغط؟ هاي لازم مو نفرق بين المحافظات بس ذني عليها الضغط. شيخ اكو قضيه ذكرها مهمه جدا، قضيه هو ما قالها بس انا راح اقولها، قضيه الهيمنه الحزبيه والمحاصصه وغيرها على الدوائر الاداريه والمحليه هي ما جاي تخليهم يشتغلون، شلون نتخلص منها؟ ما تتخلص، موجوده هي الهيمنه الحزبيه والكتل السياسيه على مستوى الحكومه الاتحاديه، ليش تعال هو رئيس وزراء منو جابه؟ نفس الكتل السياسيه جابه تحقته باكر يجره من سترته ويقعده من مجلس نواب ويطرده اذا اختلف وياه. ولا شنو رئيس وزراء عبالك عنده قوه يقدر يحاسب لوزير، يقدر يقيل لوزير؟ لا يقدر يحاسبه ولا يقدر يقيله، ويمكن قد يكون يرد علي النائب. زين سؤال المنحه هسه المليون برميل، هسه احنا نقول منحه بصراحه، هو يقول انه ما تعاقد بين لبنان مال لبنان؟ مال لبنان مليون طن يوميا مو صح؟ مليون طن، لا مليون طن، لا مو يوميا، مليون هو زيت اسود، زيت اسود يعني زيت اسود وتكرير لا هو شنو مليون طن من زيت الوقود الثقيل يوميا ايش قد يجهز؟ مو منحه على فكره، مو منحه، لا مو منحه، لا هسه انا مو اقول منحه، لا هسه راح اسولف لك اياها، هي مو منحه، لا مو انا احكيها، هم مسعريه بسعر التسعير العالمي ايش قد يباع لبنان، بس المشكله الفقره اللي قدامه انه السداد يصير عن طريق خدمات السلع. انا جاي اقول لك هو بس لبنان عنده خدمات السلع سيادنا بيطول، يعني بيش يريد يبدل؟ ليش يعني اول شيء احنا ما نبخس الحق بس نتحدث بصراحه، اول شيء احنا حتى نرجع لك نسمع مداخله النا، اول شيء يجب ان يكون الجانب الانسان حاضر بهذا الموضوع، ما حد يختلف بهذا الشيء. العراق قدم اشبه بالمساعده الى لبنان، تدري لبنان وضع حرج يعني ما يقدم مساعده لبنان، هو طبيعي هذا واجبه ايضا واجبه، بس انا اتحدث اليوم عن مليون، احنا قاعد نصدر نفط صح ولا لا؟ وعندنا امكانيه ان نعطي نفط، بس احنا ما اعطيناه حتى ببلاش لبنان، اعطيناه على اساس انه انت انا اعطيك مليون انت تعطيني سلع انا اللي احتاجها انا، فما اعطيناه منحه، بس هي وقفه يعني، ومثل ما باكر العراق يتحرك. بس شنو السلع والخدمات اللي ممكن تقدمها الشركات اللبنانيه؟ هو انا هاي اللي متفاجئ، وين الشركات المماثله اللبنانيه؟ شنو السلع اللي ممكن يقدموها؟ شنو انتاجها؟ هسه هي بعدها ما واصله السلع سيدنا برايح لبنان؟ حتى ما نعترض رايح لبنان؟ انا اكيد رايح لبنان، شايف مساحته؟ شنو الامكانيه على مستوى السلع تعطي ال 40 مليون عراقي؟ يعني انا ما شايف ما جايتنا لحد الان نوع السلع، بس اللي فهمته هي مبالغ تبقى بالمصارف اللبنانيه، وهذه المبالغ شو وقت ما يحتاج العراق سلع مهمه جدا ممكن يشتريها. هاي مهمه، هاي مهمه، خلينا نشوف هو اليوم الطن بيش تقريبا، خلينا نشوف هسه هاي اللي هسه موضوعنا مو لبنان خدمات، لا مو انا اريد بس ما دام قلت لك انا جاي وياك للحكومه. طيب المحليه تقصد انه ضعف الاداء الحكومي الاتحادي؟ بيش الطن تقريبا هذا النفط الاسود، هو النفط الاسود هسه خلينا نقول 395 تقريبا دولار،
او ما يقارب هذا السعر. لا هو على البرميل ترى ينحسب. بس على البرميل. اي على البرميل. هو يوميا غير مليون طن. لا مو يوميا. لا مو يوميا. لا مو يوميا. هي المجموع مليون طن. لا لا القيمة الإجمالية كلها مليون طن. بس النفط الخام يمكن 300,000 برميل سنويا أصور. اي. يعني انت عشو جيت قيمة اليوم انا اقول لك هسا احنا من باب المساعدة ما حد يقدر يقول لك لا اقول لك نعم دولة جارة ومرت بظروف صعبة انت انطي بس عندك محافظات وعندك ارتفاع بالفقر وعندك ناس مجاعة وعندك ناس بالضيم عندك نقص بالادوية مؤسسات الصحية انت راضى عليهن اليوم المستشفيات راضى عليهن انت شوف ملف الكهرباء راضى علي ملف الخدمات شوف راضى علي ملف الصحه طبعا زين هذا الموضوع لا لا الموضوع العقد يصير نفط مقاله ما له هو تجاعت يعني هل تطل المؤسسات الصحيه نفط اسوء راح ارجع الى سؤال ليش ما رحنا للصين الصين اللي عندها امكانيه هائله على مستوى العمل الصين افضل اتعاقد وياها الصين وانا الموضوع اكو عذرا شيخ اكو شغله غريبه سيدنا لا ارد المره سياسي احكي لا لا انت بالحكم الحكم انا ترى الحكمة يحجون أنا أبتعد عن الجانب لا أنا قصدي لا الجانب السياسي إنه أنا ليش أترك مثلا سيمنز الألمانيين أترك الأوروبيين وأترك الصين اللي عندهم عمالة مرعبة على مستوى الإنتاج وأروح مثلا لمصر والأردن ولبنان إحنا ما تركنا الصين ما من ودي يوجهنا ما تركنا أكو توجيه بيه لا لا ما تركنا العقد الصيني العقد الصيني لا مو سياسة هاي لازم تقول لا اتفاقية صينية قائمة ما تركنا بدليل إنه عندنا اليوم ضمن الموازنة بناء 1000 مدرسة ضمن العقد الصيني العقد الصيني ماشي ساري مفعول ما اتفاقية ماشي ليش ما انطيتوا توجيه خارجي لا لا لا. انه ان نروح ليش ما انطيتوا يعني الاصدقاء يعني شوف التوجيه الخارجي التوازن فيش موضوع مطلوب التوازن ان تلزم العصا من النص مطلوب بس انه تميل العصا بطرف على حساب طرف هذا شيء مو صحيح ان تقدم مصلحة شعبك هو هذا المطلوب الاهم الأهم بهذا طيب. لا أستاذ بس سيمس هي المفروض أنه يكون هي التوجه نحو سيمس سيمس أكو اتفاق مع سيمس صار شو وقت الاتفاق شو احنا هذا ما ذاك اليوم صار اجتماع مع سيمس بهذا الموضوع أيوة. بس هي قضية ممكن سيمس. ممكن العمل ايه ممكن ايه ما طيب. اعتقد اكو عمل بسيمز اكو تمر بمشاكل هواي وحتى ممكن هسه رجعني خلينا نرجع لنقطه الخدمات والقضايا هسه احنا خلينا نحدد المسؤوليه ايه؟ الان الحكومه المركزيه هي في وادي عن قضيه الخدمات تاركه الشعب يقاتل في نفسه أكيد. على مستوى المياه والكهرباء اكيد لو اكو عمل لا لا وين هو هسه لما تقول لي العمل انا راح اعطيك حكايه هسه لما تقل العمل من تمطر لها نص ساعة تفيض أغلب محافظات البصرة وتسمع المناشدات وشل الحركة هم راح يقول لك تجاوز على الشبكات شبكات قديمة وأنا ظلن على التجاوزات هاي زين التريليونات المشاريع واللي نسمع الإحالات الشركة الفلانية نحال عليها مشروع وهاي زين هاي الإحالات وهمية لو حقيقية هاي التريليونات وين راحت الصلاحيات قبل قد يكون يقول لك أنا ما عندي صلاحيات بس اكو الحكومة السابقة انطت انا احكي على محافظ بصرة انطت صلاحيات ما انطت للمحافظين واجت مالية للبصرة ما اجت للمحافظات كلها وينها هو احنا نريد نتساءل ولما هنا سيد النائب يقول اكو خدمات اقول له يا ريت المنطقة اللي تقول لي بها اكو هي يا منطقة هاي اللي بها اكو شو احنا بكل مناطقنا اكو مشاكل واكو مناشدات واكو معاناة هسه اذا حكينا على ملف الصحة خلي يتفضل يزور المستشفيات ويزور المؤسسات الصحية ويطلع ويشوف إضافة عندنا المستشفى التركي لحد الآن إنجاز أكثر من 95 مسدود ما نعرف ليش ومن وراء بينما أنه نجي للكهرباء أكو معاناة بينما يطلع المحافظ يقول أنا صرفت أكثر صرفت الحكومة المحلية أكثر من أو تقريبا 3 تريليون حتى أكون دقيق يقول تقريبا 3 تريليون 3 تريليون ما أقدر أخلي محافظة مستمرة الكهرباء بها 24 ساعة وأنطي للمحافظة اليمي أعبر لها كهرباء ليش يصير عندك فائض زين هاي التريليونات وهاي المليارات والحد الآن أكو معاناة هل هو سوء التخطيط أكو فشل ضغط سياسي علاقات لا أكو لا وساطات بس احنا الحد الآن ما جاي نعرف شيخ عندي سؤال أخير هو ما جاي نعرف على هو يتعلق بموضوع المحافظين الجنابة قلت مجلس محافظة مهم جدا لمراقبة المشاريع ومراقبة الحكومة المحلية الآن منو يراقب المحافظين بظل هاي العقود اللي يتم الاتفاق بها مفروض المفروض اليوم الحكومة هي تتابع أداء المحافظين وهي تقيم وهي مسؤولة مباشرة تجاه الموضوع أنا أقول حتى يكون كلامي واضح لجناب الشيخ أنا من أقول خدمات أنا مو هاي الخدمات اللي أطمح لها
بس انا اقول من 2003 لحد اليوم 21، معقوله ما صار شيء منجز بالبصره؟ هذا قدام لا بس لا لا بس مداخله صغيره، حتى تكون مداخله نظرتنا منصفه مو بالفعل سوداوية. اكيد معقوله من 2003 لحد الان ما صار؟ اكيد صار، بس مو ضمن صار بالبصران اقول لا لا جسور جسور وتعال شوف التشقق هذا وتعال شوف الفطور وكل ساعه سادي صايد والله انا مو من اهل البصره حتى يعني اعطيك تفاصيل كامله، بس الواضح اخو صار يعني المنطق يقول هيك. واحده من المعالم المهمه هي المدينه الرياضيه بالبصره، واحده من المعالم واحدة من المدينة الرياضية بالبصرة أصلا ما أجد ضمن المبالغ. أنا هسه متحدث لي على بغداد أقول لك إيه صار، بس مو ضمن طموح المبالغ اللي انصرفت ممكن أنه تحقق مشاريع أضعاف هذه المشاريع. أقول لا تكون نظرتنا سوداوية لا 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 مطلقا أنا ما أتكلم أكون منصف ما يلفظ من قول الله ولدي رقيب عديد يا أستاذ. أنا لما أقول ما أقول إيه صحيح موجود. اسمح لي جناب الشيخ اسمح لي أقول يجب ان تكون نظرتنا منصفه وواقعيه. اكو منجز تحقق اي بس مو ضمن طموحنا، كان المفروض يكون افضل من هذا. كان المفروض عندنا كهرباء 24 ساعه مو كهرباء 16 ساعه و18 ساعه. كان يكون مدارس عندنا اكثر من هذه المدارس، كان يكون جامعات اكثر، مستشفيات اكثر، لان يعني المبالغ اللي خصصت. طيب فيها. عدم متابعه المحافظين وين وجهنا؟ عدم 20 ثانيه اقول يجب اليوم دوله رئيس الوزراء معني بقضيه تقييم، هو عنده صلاحيات كامله بتغييرهم واستبدالهم ويعني هو من يتحمل المسؤوليه بهذا الموضوع، واحنا ما جايبين رئيس وزراء خرخيشه، حتى رئيس الوزراء يتحمل مسؤوليته، قائد العام للقوات المسلحه، اعلى رجل في السلطه في الدوله، عليه ان يتخذ القرارات المهمه والجريئه اللي تخدم مصلحه الشعب. الله عليك سيد النائب، يقدر يبدل محافظ دون ان يرجع للكتله السياسيه؟ والله ما اذا يقدر. ما يقدر فما قد يكون رئيس وزراء. انا اقول لك ما يقدر. هاي مهمه بالختام. اذا ما يقدر ما قد يكون رئيس وزراء، ولا شنو انت؟ يعني انت اعلى سلطه بهذا البلد، يعني اليوم اذا محافظ تحسه فاشل وقاعد يفشل محافظه كامله تراعيه على موجه سياسيه معينه؟ هو مو صحيح. هو صار عندك استبدال، ابسط شيء محافظ الناصريه استبدل لهم استبدل اللي هو قبل استبدله استبدله المتظاهرين خلاص خلاص استبدله جهه سياسيه خلاص فشل خلاص. انا اقول اكو فشل كان حاصل، المهم انا اقول يوم دوله رئيس الوزراء هو معني بهذا الموضوع وهو عنده صلاحيات كامله، اما يتحجج بانه ضغط كتل سياسيه هذا الامر غير صحيح. اي بس مصطفى الكاظمي تراجع كثير في كل الملفات السياسيه والامنيه والخدميه. بس هذا التراجع هو يحسب عليه. أي. يحسب لا عليه. بس ليس لا لا, لا 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 انا اختلف وياك، ما يحسب بس عليه. يحسب على الكتل السياسيه اللي جابت شخصيه وحطته وصوتت له. اي متصدي اي متصدي جاي علي أنا انه ما يعرف شركاوية. يعرف أنا قيمه التصدي بالنص واحمله مسؤوليه يا استاذ ما يصير هذا. عبرنا على انا ما ادري لا لا بجدليه لا لا مو جدليه حقيقه. اقول اي متصدي جاي يتصدى وزير رئيس وزراء مسؤول علي انه يعرف قيمه هذا المكان وياخذ دوره الحقيقي، ولا انا ما جايبه لنزهه معينه او جايبه لتجربه ليس معينة. بس سؤال. ليس بس الحكمه هي التي تدعم رئيس الوزراء الحالي وانما كل قوس احنا ندعم الدوله ندعم الدوله تمام هاي يدعم الدوله خلينا لا لا هو الدوله عبرنا على لا لا هي الدوله صراحه احنا خلينا نكون واقعيين اليوم لما يقول انا لما اجيب رئيس وزراء حمله مسؤوليه انا غير اختار ذات سيره واطلع على سيرته واشوف امكانياته يلا اجيبه اخليه رئيس حكومه واصوت له لا ظروف مال اذا الموضوع اللي جاي يصير ظروف مال عادل عبد المهدي لا وصلت مرحله القوى السياسيه انه نقبل باي لا وداعتك نعبر لا وداعتك انما يصير جميل. توافق يراعي مصالحهم ويجيبونه يصوتون لها هي وهاي، فلذلك حتى الفشل هم يتحملون الفشل ويرئيس وزراء ما احمله بس هو جميل. الشيخ راد الفريجي شكرا جزيلا لحضورك وشكرا جزيلا لكل ما تفضلت فيه وشكرا موصول للسيد النائب علي الحميداوي عضو لجنه السياحه والاثار النيابيه. شكرا جزيلا. احنا السياحه والاثار بعد اشكال ضيمنا رحمه وبركه ان شاء الله. فترة شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقي يوم غد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.